تنضم إلينا من الحسكة ناز السيد مراسلة الغد. ناز، إذن سوريا الديمقراطية تنتهي من تمشيط 80% من سجن غويران، تفاصيل. نعم صلاح، حملة التمشيط من قبل قوات سوريا الديمقراطية لا تزال مستمرة في حي غويران، أيضا في محيط سجن الصناعة. طبعا تمكنت من تمشيط مسافة أو مساحة كبيرة من الأحياء التي كان يختبئ فيها عناصر تنظيم داعش. طبعا لا يزال هناك عدد من عناصر تنظيم داعش يختبئون داخل الأحياء السكنية في حي غويران. أيضا هناك قيادي من تنظيم لا يزال فارا، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية وبالتحديد الوحدات الخاصة تقوم بعمليات البحث، كما تحدث المصدر الأمني ليلة البارحة. طبعا أيضا هناك مصادر تحدثت بأنه قد يكون هناك بعض الخلايا يختبئون في ريف مدينة الحسكة، لذلك من المفترض أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحملة تمشيط أخرى في ريف مدينة الحسكة. طبعا أيضا سجن غويران الآن الوضع يشهد هدوءا بعد اشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية ليلة البارحة وصباح اليوم. أيضا كانت هناك ضربات مكثفة جوية من قبل التحالف الدولي على محيط السجن وأيضا مواقع لعناصر تنظيم داعش. حسب المصادر التي خرجت للتو من سجن غويران، سألت بعض العناصر كيف يبدو الوضع داخل السجن، أكدوا بأنه هناك العديد من العناصر قد يكونوا بالمئات بالفعل، لا يزالون يقاتلون، لا يزالون متمسكون بالأفكار المتطرفة، متمسكون بالفكر الداعشي. أيضا تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من فك أسر 9 من عناصرها لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 15 شخص تم تحريرهم على يد الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا محتجزين لدى خلايا وعناصر تنظيم داعش في داخل السجن والمباني المحيطة في بسجن الصناعة. طبعا دعينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث يفيد المرصد بارتفاع عدد قتلى مواجهات سجن غويران في سوريا إلى 166، لكن يعني ضعينا في الأحوال المدنيين، وماذا عن النزوح أو حركة النزوح؟ الآن كما يعني عبر هذا الجسر خرج الآلاف من المدنيين الذين التي كانت تقوم بتصفية أعداد من المدنيين كما تحدثت المصادر المدنية لنا. هناك أكثر من 40,000 مدني نزحوا باتجاه الداخل، سواء التجأوا إلى المساجد، وهناك بعض العائلات اتجهت إلى المدارس وأيضا حتى الحدائق العامة هنا في مدينة الحسكة، والبعض الآخر اتجه إلى القرى المحيطة بريف مدينة الحسكة. يعني أوضاع مأساوية يعيشها الآلاف من المدنيين السوريين الذين فروا من خلايا وعناصر تنظيم داعش. أيضا يعني تلك الأحياء لا تزال تشهد حملة التمشيط، يعني الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية أيضا منذ قليل توجه رتل من الوحدات الخاصة التي ستشارك في هذه الحملة، حملة التمشيط للبحث عن خلايا تنظيم داعش في الأحياء التي لا يزال يختبئ فيها بعض خلايا عناصر تنظيم داعش. Thank you.